قال الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد الصديقي يوم الخميس بالرباط إن ضمان الأمن الغذائي والتقليص من الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل تمثل الأهداف الأساسية للنهوض بقطاع الزراعات الزيتية بالمغرب واستغلال أفضل للمؤهلات الكبيرة التي يزخر بها. وأوضح السيد الصديقي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير تنمية القطاعات الإنتاجية بالوزارة نبيل شوقي خلال ندوة حول الزراعات الزيتية قاطرة للتنمية التكنولوجية من أجل فلاحة مستدامة أن قطاع الزراعات الزيتية يتيح استخدام التقنيات والتطبيقات الفلاحية على امتداد سلسلة للإنتاج والتي يمكنها أن تثمر عن تحسين الإنتاجية دون التسبب في آثار سلبية على الموارد الطبيعية. وتروم هذه الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الزراعية والبستنة من خلال التفكير والتوعية والنقاش الذي يشارك فيه المهنيون تسليط الضوء على أهمية هذه المحاصيل وتأثيراتها في الفلاحة والتقدم التكنولوجي الذي قد يعطي دفعة جديدة لأنظمة الإنتاج الفلاحي.